هذا البرنامج برعاية دلالة القابضة. السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مجددا مشاهدينا الكرام لنتابع سويا مؤشرات الأسواق العربية والخليجية والعالمية وأيضا أسواق النفط والعملات والمعادن. إذا نبدأ مشاهدينا الكرام كالعادة بالأسواق التي افتتحت قبل قليل في رابع جلسات هذا الأسبوع الكويتي، بداية حمراء بانخفاض قدره 23% أي عشرين بالأحرى بواقع 15 نقطة. في أبو ظبي أيضا بداية حمراء بعشر في المئة. دبي ارتفعت مع بداية التعاملات ب 18% بواقع أقل من 30 نقطة. البحرين انخفاض ب 19%. عمان انخفاض بعشر في المئة. الأسواق التي لم تبدأ بعد حتى اللحظة نتابعها في هذا العرض على شاشتنا، ونبدأ أولا بالبورصة القطرية التي أنهت تعاملات أمس متراجعة بشكل طفيف بعشر في المئة بهبوط قطاعات البضائع والخدمات الاستهلاكية ب 1.7% بخسائر سهم الرعاية ب 3.9%، كما هبط قطاع النقل ب 1.7%، بينما ربح قطاع البنوك والخدمات المالية ب 2%، بمكاسب الأهلي ب 3.2%، بنك الدوحة ب 1.7%. اختتمت البورصة السعودية تعاملات أمس متراجعة بأقل من 0.2% ليغلق دون حاجز 7000 نقطة بضغط من خسائر 13 قطاعا تصدرها المرافق العامة ب 5.3%، بهبوط كهرباء السعودية ب 5.8% والطاقة ب 4.5%، بانخفاض غالبية أسهمه بصدارة البحري ب 7.8%، بينما ارتفع قطاع البنوك ب 1.5% بقيادة السعودي الفرنسي ب 5.5%. أنهى مؤشر البورصة المصرية إي جي إكس 30 تعاملات أمس مرتفعا ب 14% بصعود 6 قطاعات بالسوق بقيادة السياحة والترفيه ب 1.8%، بينما تراجعت 6 قطاعات بصدارة الموارد الأساسية ب 1.9%، وقاد المصرية للمنتجعات الأسهم القيادية الصاعدة ب 3% تقريبا. وخسر رأس المال السوقي 855 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 769 مليار جنيه. الآن مشاهدينا الكرام نتجه لنتعرف على الأسواق العالمية وأيضا أسعار النفط والعملات والمعادن في هذا العرض.
مجموعة الوحدة الطبية، ابتسامتك عنا أحلى. من رؤية واسعة لأعمار الوطن، كانت أعيننا تراقب كل فرصة، نثمن ونسوق في جميع خيارات العقارات لنحقق لك سوقاً واسعاً من الفرص المختلفة، ابتداءً من التثمين بكل دقة، مروراً بالوساطة بكل شفافية، وانتهاءً بالإنجاز بكل التزام. نختصر لك كل ما تريد بين يديك. دلالة العقارية، إحدى شركات دلالة القابضة، الثقة والابتكار. أهلا بحضراتكم مجددا. الضريبة الانتقائية هي ضريبة غير مباشرة يتحملها المستهلك النهائي، تفرض على السلع ذات الأضرار على الصحة العامة أو البيئة أو السلع الكمالية بنسب متفاوتة، وتحصل على مرحلة واحدة من قبل الموردين والمصنعين. مشاهدينا الكرام، نتعرف اليوم على مصطلح الضريبة الانتقائية على شاشتنا، وهي إذن تفرض على السلع ذات الأضرار البيئية أو الصحية مثل التبغ والسجائر والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة والسلع الكمالية. كما أسلفنا، الضريبة الانتقائية تفرض على سلع معينة وبمعدلات أعلى من ضريبة القيمة المضافة التي تفرض على نطاق أوسع من السلع والخدمات. نسبة الضريبة الانتقائية أعلى من النسبة الضريبية المعمول بها في الدول، لذلك تختلف عن ضريبة المبيعات التي تفرض بمعدل ثابت. تهدف إلى زيادة إيرادات الدولة من الضرائب والحد من استهلاك سلع محددة مثل السلع الفاخرة والضارة بالصحة العامة، كبح شهية الأفراد ذوي الدخول المتدنية من الإقبال على السلع غالبية الثمن أو غالية الثمن، ومن ثم الحد من السقوط في فخ الديون. تطبيق الضريبة يحتاج إلى معرفة حجم مرونة الطلب على سلع معينة في الأسواق. العيب الأكبر من الضريبة يتحمله البائع إذا كان الطلب على السلع مرتفع المرونة. يتحمل المستهلك العبء الأكبر من الضريبة إذا كان الطلب غير مرن، لأن البائع يمكنه رفع سعر السلعة لتفادي تحمل جزء أو كل الضريبة. إذن كانت هذه أبرز النقاط الخاصة بضريبة السلع الانتقائية. بعد الفاصل مشاهدينا الكرام نتعرف على تعليقاتكم. هاشتاج لا تضع البيضة كله في سلة واحدة لتبادل الخبرات، وحول فوائد تنويع الاستثمارات وكيفية تنويع الأسهم، نتابع عينة من التعليقات التي وردتنا على صفحتي تغطية البورصة على فيسبوك وتويتر. ونبدأ أولا بسؤال آخر، ما هي المخاوف من الاستثمار في البورصة؟ سعيد السعيد يقول على الفيسبوك: لا يوجد لدي خبرة كافية للاستثمار أصلا في البورصة. طارق: المخاوف بالنسبة له هي الخسارة. عبد الوهاب محمد: بشكل عام بالبورصة تسيير الخطط لا تتناسب مع المعايير المستوحاة من الواقع المرير الذي يسعى لاستعادته بما عليه من انقسام اقتصادي ومالي. عبد الله: تقلبات السوق والمضاربات أموالي خط أحمر. هذه تخوفات بعض المعلقين، لأن البورصة عبارة عن أرقام. راضي يقول: أما على تويتر فهناك عينة أخرى من المتابعين: تلاعب كبار المستثمرين، هذا هو تخوف هذا الحساب فيما يتعلق بالاستثمار في البورصة. الشفافية مفقودة. محمد صلاح يقول: أما هذا الحساب، البورصة للرؤوس الكبيرة يتحكم فيها فأرباحها غير مضمونة. سعيد السعيد: هذا أول ما بدأنا به، نشكركم متابعينا، والشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام لحسن المتابعة. بعد حوالي ساعتين ونصف من الآن يتجدد اللقاء، كونوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله. هذا البرنامج برعاية دلالة القابضة، الثقة والابتكار.